يسعد صباحكم مشاهدينا والحمد لله على سلامتي. توي جايز بالكلام. عارفه على السلامه. الله يسلمك. كانت سفرتك؟ سويتي بالرياض؟ اعطيني معلومه يعني. والله سفره كانت جدا جميله، يمكن سريعه، كان نفسي اشوف مثلا بوليفارد الرياض وكل الاشياء اللي قاعدين نتكلم عليها، بس ان شاء الله بروح روحه ثانيه. بس انا رحت عشان كنا نبغى نطلق مستقبل الازياء، كان لي شرف صراحه انه انا اكون موجوده هناك واكون الهوست للايفنت. ما اعرف ايش اقول لك يا علي. انا كنت يعني مره مبسوطه لانه كان من مستوى التنظيم، مستوى حتى دقة الوقت كله كان 100% صراحة، وجايبين ناس من برا ومن جد مرتبين الحفل، وأطلقوا هذه المنصة وزارة الثقافة اللي هي تعتبر أول منصة في الأزياء لكل السعوديين والسعوديات. جابوا ضيوف من أنحاء العالم، ما أعرف إيش أقول لك، جابوا بريزيدنتس لبراندز، جابوا ستايلس، جابوا ناس تتكلم الإكسبيرينس حقها ويعرفوهم عن السعودية. هم يحليلهم الأجانب عاد ينبسطوا إنه يكتشفوا بلد جديدة. صحيح. وثقافة جديدة، ومنبهرين ترى بالسعودية والبنات وكيف الديزاينات موجودة، وينبهروا العباية والبشت. لكن صراحة أثرت فيها كلمات الجلسة الافتتاحية للأميرة ريما بنت بندر، كانت موجودة هناك. قالت أكبر تحية لها، قالت كلام أكثر من رائح، يا ريت أقدر أختصره كله، لكن في كلمة قالتها واللي هي كانت رسالة لكل اللي موجودين في كل الفعاليات في الرياض. هذه الرسالة إيش تقول لك؟ كل ما يجري اليوم يدور حولكم، وزارة الثقافة والجميع موجودون لمساعدتكم لتقولوا لنا من أنتم، انضموا إلى رحلتنا، تعلموا من ضيوفنا، وكونوا المستقبل الواعد لهذا البلد. ففعلا يعني الرسالة اليوم هنا أنه من جد السعودية قاعدة توفر كل التولز زي ما يقولوا، إحنا الشباب لازم نستغل هذه الفرص ونوريهم إحنا مين. يمكن سارة تقول هالكلمات هذه وأنا متأكد للأمانة أنها كلها فخر. أي والله. أنا جلس أسمع كل هالكلمات هذه وكلي فخر وكلي يعني للأمانة مبسوط أن كل هالأشياء هذه جالسة تصير. اللهم لك الحمد أن أيوة احنا اليوم واقفين ونتكلم ونتفاخر بكل الأشياء الجميلة اللي جالسة تصير. أيوة. عندنا في السعودية.